السيد وين يا جماعة؟ الحقيقة السيد الصدر في الفترة المنصرمة يستخدم أسلوب جديد مع الإطار، وهو أسلوب الصمت أبلغ من الكلام. هو صمته يتحدث، لكنه قاعد على تل عالي ويباوع، يقولون قاعد يراقب. هو صمته يتحدث ويسجل نقاط من هسه. إن السيد مقتدى الصدر والتيار الصدر هو متربص، يقول لك قاعد ركبه ونص. السيد مثل الأسد اللي قاعد على تل ويباوع. ها خيرك؟ مفعل وضع السيد حاليا. صمتي جوابي. شو مليت؟ معقول السيد ما مل؟ بس والله العظيم الصمت يخوف يا جماعة. جديات ما تدري شك وراء. يمكن السيد مطبق مقولة إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، والسيد هو ذهب. بس ما أدري منين جابها لنا هاي سالفة الصمت. صمتت لي 10 دقائق للسحنة تروحي متت بالعباس متت. لا حبي السيد، ترى صمت السيد يعني دير بالكم، ترى السيد ثقيل. الحقيقة هو السيد الصدر، سمحت السيد الصدر حينما انسحب من العملية السياسية كفرق هناك، ولم ينسحب من السياسة، وهذا باب بقى مفتوح. أي أنه احتمال السياسة لها أبواب كثيرة، صح. فاحتمال أن يخرج لنا من باب آخر من السياسة أو من نافذة أو من نافذة. لا هو الرجل واضح، لا يدخل من النوافذ. أولا هو سمين، وثانيا له موقف، وهو يليق به أن يدخل من الأبواب. حبيبي السيد براحته، السيد يدخل من كل مكان، من الشباك، من الباب، من المدخنة، منين ما يدخل السيد يدخل براحتك. سيدنا انت شو تشوف؟ احنا نطيع ونسكت. بس يعني والله السيد مو مال شبابيك، اكيد محضر شيء قوي. ترى ابو هاشم سمحت السيد مقتدى الصدر ترى محضرهم قنبله نوويه. اه والله العظيم. سيد رحمه لوالدك، انسحنت روحنا سحين. متت بالعباس متت يا قنبلة سيد، فدوا روح لك. اصلا الكرة الارضية متنشن وضعها نوويا. سيد انت جاي تخصب وما ندري. سيدنا